أهلا بكم في فقرة زوم. الشرق الأوسط نخصص للتداعيات انخفاض أسعار النفط ثانية، وهو الانخفاض الناجم عن فشل قمة الدوحة في التوصل إلى اتفاق لتثبيت سقف الإنتاج. ومعنا مباشرة من الرباط الخبير في الشؤون الاقتصادية محمد الشرقي، أهلا بك معنا. أهلا وسهلا أستاذ صفاء. إذن هل يمكن اعتبار فشل اجتماع الدوحة لكبار منتجي النفط أنه ناجم عن أسباب سياسية؟ وهو كان في الحقيقة كان منتظرا أن لا ينجح مؤتمر الدوحة للنفط. لماذا؟ لأن كانت هناك تصريحات سابقة تقول أن إيران غير ملتزمة بما سيتفق عليه المجتمعون في الدوحة. ثانيا الآن هذا الاجتماع هو كان بين أعضاء داخل أوبيك وأعضاء من خارج أوبيك، وفي هذه الحالة فأوبيك يعني هي نفسها غير متفقة فيما بينها البين، كذلك أن الدول خارج أوبيك لها أيضا وجهات نظر مختلفة، وبالتالي كان مقررا أن تبدأ 18 دولة اليوم الاثنين في تثبيت إنتاجها عند مستوياتها السابقة. لكن تبين أن إيران تمسكت بحصتها، وطبعا إيران لن تشارك في هذا المؤتمر، وبالتالي فشل المؤتمر في انتظار مؤتمر آخر. طبعا روسيا وفنزويلا وقطر، طبعا هذه الأطراف الثلاثة تسعى لإقناع طرفين اللي هما السعودية وإيران. السعودية هي أكبر منتج للنفط وباستطاعتها أن تنتج 12 مليون برميل من النفط، علما أن مجموع إنتاج أوبيك هو 30 مليون برميل. إيران تطالب بحصة ما قبل رفع العقوبات عليها، بالتالي تطالب حصة إضافية بحوالي 500,000 برميل. في حالة أنه عادت إيران إلى زيادة إنتاج، وهذا فعلا ما قامت به في الأسابيع والشهور الأخيرة، وهذا أدى طبعا إلى انخفاض في أسعار النفط، وبالتالي كل يعني زيادة في الإنتاج سيؤدي بالضرورة إلى خفض الأسعار، لأن هناك فائض للإنتاج يقدر على الأقل بثلاث ملايين برميل نفط يوميا. فإذا أضيف إليها دول أخرى غير ملتزمة وطبعا على رأسها إيران، فالأمر سيكون يعني في غير صالح أسعار النفط التي بالمناسبة تعتمد عليها أكثر الدول التي كانت مجتمعة بالأمس في الدوحة. وطبعا هذه الدول تمثل حتى الآن حوالي 60% من الإنتاج العالمي من البترول. طيب لا توافق إيران، لماذا تغيب عن هذا الاجتماع اليوم؟ إيران منذ البداية يعني منذ اجتماع الرياض الذي كانت يعني رأسته السعودية وحضرته يعني روسيا، كان الاتفاق بين السعودية وروسيا وهما بالمناسبة الدولتين الكبيرتين في الإنتاج، اتفقتا على تجميد الإنتاج ليتسنى الأسعار أن ترتفع تدريجيا، وبالتالي يعني ينخفض من السوق أو ينسحب من السوق الفائض. إيران بالمناسبة هي على خلاف، يعني ليس فقط خلاف اقتصادي أو خلاف بالإنتاج النفط هذا معروف، ولكن هناك خلاف جيوستراتيجي، هناك الأزمة السورية، هناك الموقف من حزب الله، هناك الخلاف والحرب في 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 في, في يعني في, في العراق، هنا أيضا الحرب في 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 اليمن، هناك قضايا كبيرة في الشرق الأوسط، الدولتان الكبيرتان اللي هما السعودية وإيران على خلاف حولهما، وبالتالي فينعكس الخلاف السياسي والخلاف نقول جيوستراتيجي استراتيجي إلى خلاف على مستوى النفط. لماذا؟ لأن البلدان الكبيران يعتمدان بنسبة كبيرة على النفط، ولكن السعودية بإمكانها أن يعني تستطيع أن تبقى لسنين طويلة حتى على عند مستويات أقل من 40 دولار، بينما إيران لن تستطيع أن تبقى في مستوى يعني 40 دولار، لأن اقتصادها يعني كان يعني تضرر في السنوات الماضية من العقوبات الاقتصادية، وبالتالي فهي في حاجة إلى سيولة كبيرة. إذن المشكل في رأيي مشكل فيه نفط وفيه سياسة وفيه صراعات إيديولوجية وفيه خلافات جيوستراتيجية. هل الخلاف يعني بين السعودية وإيران، الخلاف السياسي كما نعلم وكذلك الخلاف العقائدي، هو السبب في فشل أم أنه اقتصادي محض؟ لا هو اقتصادي طبعا، لانه هناك تنافس على 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 على, على السوق. المملكه العربيه السعوديه لها حصه وافره من السوق، هي حوالي 11.5 مليون برميل انتاج يوميا. فاليوم الدول الاخرى تطالب ان تخفض السعوديه انتاجها للسماح لدول اخرى مثل ايران برفع انتاجها، هذا غير مقبول من وجهه نظر ايران، وبالتالي الخلاف هو اصلا خلاف في البدايه خلاف اقتصادي، لكن هذا الخلاف الاقتصادي
يمتد إلى أمور أخرى اللي هي كما قلنا أمور جيوستراتيجية، حروب في المنطقة، خلافات إيديولوجية وخلافات عقائدية وخلافات طائفية. ثم هناك شيء ثالث وهو ما يسمى الزعامة على المنطقة أو زعامة على العالم الإسلامي. هناك المملكة العربية السعودية من جهة، وهناك تركيا من جهة، وهناك إيران من جهة أخرى. فإذا هناك تداخل فيما هو اقتصادي ولو أنه هو الأساس، ولكن أيضا لا ننسى البعد السياسي والبعد الإيديولوجي والبعد العقائدي هو أيضا قائم في هذه الإشكالية. طيب، الآثار السلبية المرتقبة على اقتصادات بعض الدول المنتجة للنفط كالجزائر مثلا. الجزائر هي الدولة ربما أو من الدول الأكثر تضررا، يعني هناك الجزائر، هناك فنزويلا، هناك نيجيريا، هناك أنغولا، يعني هذه الدول النامية المصدرة النفط تضررت كثيرا من خفض الأسعار. فإذا كانت مثلا دول الخليج بإمكانها نظرا للفوائد العالية التي تملكها أن يعني أن تقاوم على مدى سنين يعني القادمة، فالجزائر ليست في هذه المستوى. ولذلك الجزائر عن البارح الأحد عن طرح سندات يعني سيادية، لأول مرة الجزائر تطرح سندات في السوق الجزائرية للشركات وللأشخاص ليكتتبوا لتجميع أموال، لم تقل كم عدد كم مبلغها، ولكن الجزائر محتاجة إلى ما بين 10 إلى 20 مليار دولار يعني عاجلا لإمكان إنقاذ يعني الاقتصاد الجزائري الذي بدأ يعني يوشك على الانهيار لأن الجزائر كما علمنا يعني تخسر حوالي 36 إلى 40 مليار دولار في كل سنة من تراجع عائدات النفط، وهذا في غير صالحها، خاصة أن الجزائر في فترة من الفترات كانت يعني دخلت في مشاريع كبرى وفي سياسة تنموية يعني كبيرة جدا بملايير يعني الدولارات، واليوم هي مضطرة أول للتراجع عن هذه المشاريع الكبيرة لأن ليست لها إمكانيات في مواصلة هذه المشاريع. ثم رفعت يعني كما نعلم المحروقات، وكان قانون الموازنة 2016 يعني قانون في نظر يعني جميع المراقبين في غير يعني صالح فئة واسعة من الشعب الجزائري. لذلك الجزائر اليوم تبحث عن صيغة من الصيغ، أولا لتجنب الاستدانة الخارجية، ثانيا لوقف انهيار يعني الوضع الاقتصادي، لأن الجزائر حتى الآن أنفقت نصف احتياطها من العملات الصعبة وما بقي لها لن يكفيها على مدى سنتين المقبلتين، خاصة إذا بقت أسعار النفط بين 35 إلى 40 دولار للبرميل. لنعود إلى موضوع المحادثات، وفي انتظار المحادثات المقبلة في يونيو، هل يتم استغلال الآن ورقة النفط في ظل الظروف الراهنة في الشرق الأوسط لتحقيق مكاسب سياسية؟ أعتقد أن دول الشرق الأوسط جميعها تسعى إلى رفع أسعار النفط لأن هذا في صالحها، يعني برميل النفط ب 40 دولار أو حتى ب 50 دولار هو ليس في صالح أي دولة من الدول. لكن عند يعني الدراسة العميقة نجد أن هناك يعني مستويات، فمثلا بإمكان دولة مثل المملكة السعودية أن يعني تقبل إذا شئنا ب 50 ولا حتى 60 دولار، بينما إيران مثلا في حاجة إلى نفط ب 107 إلى 110 دولار للبرميل. إذن يعني موازنة الدول وطموحاتها الاقتصادية تختلف من بلد إلى آخر. لكن المشكل الأكبر في رأيي هو غياب الحوار، يعني هناك يعني ضعف، نقوله ما نقولوش يعني وقف الحوار، لكن نقوله ضعف في الحوار. هناك أزمات سياسية بين البلدين الكبيرين، وبالتالي هذا يؤثر. ثانيا لا ننسى شيئا آخر، وهو أن أمريكا، وهي بالمناسبة يعني اليوم من بين الأوائل، يعني الأوائل السعودية وأمريكا وروسيا، أمريكا بعيدة نوعا ما يعني لا تتدخل في الأسعار، وبالتالي أمريكا لا زالت تنتج ما يسمى الصخر النفط الصخري، وهذا أيضا يؤثر على الأسعار. ثم أن روسيا التي هي تبدو يعني ظاهريا أقرب نوعا ما إلى 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 روسيا في بعض روسيا يعني الى في قضية سوريا مثلا، يعني اقرب الى ايران منها الى الخليج، ولكن ايضا روسيا تريد ان تبقى على نوع من الحياد الايجابي بين يعني الخصمين. فبالتالي نرى ان العلاقات يعني السعوديه الروسيه هي في تحسن يعني مضطرد، وبالتالي فروسيا اليوم لا تريد ان تلعب يعني دور المتفرج، ولكن في نفس الوقت لا تريد ان تنحاز الى اي طرف في هذه المعركه، علما ان الجانب الذي يملك
المفتاح هي المملكة العربية السعودية. يعني روسيا تعرف هذه القضية لأنها هي أكبر يعني منتج عالمي للنفط، يعني بحوالي 11 مليون أو 11 مليون ونصف يعني برميل في اليوم. نعم، الأستاذ محمد الشرقي الخبير في الشؤون الاقتصادية كنت معنا مباشرة من الرباط، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.